الباطن هذا الحفل التكريمي للفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية بمناسبة تحقيقه لكأس تحققت بعدما حقق دوري فيفا الموسم الماضي. أعزائي الحضور جميعا اسمحوا لي بذلك أن أرحب بسعادة الشيخ الدكتور طلال فهد الأحمد الجابر الصباح رئيس رئيس اللجنة الأولمبية الكرتية. قم التفكير بمشعل طالما رصدناها وهو من أطلقها ابتسم. كما نرحب بأعضاء مجلس إدارة نادي القادسية ولاعبين السابقين الدوليين من لاعبين القادسية والمنتخب الوطني والظاهرة سيد الجيمي. أولا قناة الرأي الفضائية الكابتن بدر المطوع طبعا محمد السود محمد فهد يقول أطلقت على بدر المطوع لقب الظاهر ما عندنا ظاهر الكابتن فهد الأنصاري على أحد ساري الكابتن طلال العامر الكابتن عبد العزيز المشعان يحط شيخ مع اللعيبة تصور الكابتن عبد الرحمن النجم خالد محمد ابراهيم الكابتن دانيال سلوتيك